قم مع المعلم، هاي حملة عبارة عن حملة إلكترونية استمرت لمدة 3 أيام، نجحت بإجماع حوالي 1000 معلمة وقعوا عليها لحتى يوجدوا آلية لضبط تهرب أصحاب العمل من تحويل الرواتب المعلمين والمعلمات إلى البنوك. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عضو التعليم الخاصة في نقابة المعلمين سعد السكرنة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد. يسعد صباحك. أستاذ سعد، يمكن موضوع نقاشنا اليوم هو جدا مهم بأكثر من ناحية. الناحية الأولى هو يعني الظلم اللي بتعرض له المعلم بعدم تحويل راتبه إلى البنك، وهو لأنه الضمان الاجتماعي ما بصير في عنده وثيقة المعلم يقدر يثبت فيها للضمان قد هو راتبه. هذا أولا. ثانيا، صارت يمكن مشاكل شوي وبعض الأقاويل قبل فترة على توقيع عقود برواتب واستلام المعلم رواتب أخرى. نعم. فبدنا تحكي لنا شوي، يعني هلأ حملة قم للمعلم عم تجمع 1000 توقيع. نعم. لتبعتها للضمان الاجتماعي وأيضا لوزارة التربية والتعليم يعني لإجبار المدارس إنزال هاي الرواتب على البنوك. بدنا تحكي لنا أكثر عن هاي الحملة. يسعد صباحكم جميعا، ونتشرف هذا اللقاء، ونشكر جميع أعضاء قناة الأردن الآن. ولكم كل الشكر على تسليط الأضواء على قضايا المعلمين، حيث قضايا هامة وكثير يقع الظلم على زملائنا المعلمين في المدارس الخاصة وليس الكل. ومن هنا نوجه الشكر لكثير من المدارس الخاصة الملتزمة بدعم معلميها وأعطاهم جميع حقوقهم المادية والمعنوية. صحيح. أما من ناحية الظلم الواقع على معلمينا وزملائنا في القطاع الخاص، السبب مبدئيا عدم تنسيق المؤسسات الوطنية الأردنية الثلاثة اللي هي الضمان الاجتماعي ووزارة العمل ونقابات أصحاب المدارس الخاصة والعاملين في القطاع الخاص. ما في تنسيق والفجوة واسعة بينهم. تمام، خلينا نحكي أكثر عن الحملة قم مع المعلم. هذه المبادرة يعني مشكورين كل من قام بها ولهم كل الشكر والاحترام، فهم زملائنا وأحسوا بوجعهم. المبادرة قامت على رفع الظلم الواقع عليهم من العقد الموحد اللي تم إبرامه ما بين النقابة أصحاب العاملين في المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة مع وزارة العمل. العقد الموحد كثير فيه تشوهات وكثير فيه عليه ملاحظات، ونقابة المعلمين مشكورة بممثلة بمجلس نقابتها نقابة المعلمين قاموا بمحاولة رفع الظلم عن زملائنا المعلمين بمبادرة شخصية منهم. حيث نقابة المعلمين قانونا ليس لها أي علاقة بالمعلمين القطاع الخاص، فمعلمين القطاع الخاص يتبعوا إلى نقابة العامل في المدارس الخاصة ويتبعوا إلى وزارة العمل، ليس إلى وزارة التربية والتعليم. طب أستاذ، ما الفائدة العائدة يعني بعد تطبيق هاي الحملة للموظف؟ هي تسليط الأضواء على نقاط الضعف اللي واصلة بالحق العقد الموحد. يعني من ضمن العقد الموحد، أنت الآن لما توقع عقد موحد في المدارس الخاصة يشمل المعلم والعامل في المدارس الخاصة ولم يميز المعلم. دور وزارة التربية والتعليم يعني في هاي الحملة؟ وزارة التربية والتعليم مشكورة بممثلة بمعالي وزير التربية والتعليم، فهو إنسان ذو خلق رفيع ويمتاز بحساسية متناهية لقضايا المعلمين. وزارة التربية والتعليم دورها بالتعليم الخاص دور إشرافي ومنح الترخيص للمدارس الخاصة. قامت المشكورة بوزارة التربية والتعليم بفرض العقد الموحد على المدارس الخاصة وفرض براءة الذمة من الضمان الاجتماعي للمنتسبين للمدارس الخاصة. تمام. حملة قم مع المعلم هي حملة، خلينا نحكي، الخطوة الأولى في الإصلاح بوضع وحالة المعلم في المدارس الخاصة. نعم. طبعا بهذا الظلم اللي بتعرض له المعلم في المدارس الخاصة ومع بدء هاي الحملة، ايش في عندكم خطوات او اقتراحات، خلينا نحكي ضمن هاي الحملة بما انه بدت مثل ما بنحكي، تضمن فيها حق المعلم لبعدين غير اجراء تحويل الراتب، يعني الى جانب اجراء تحويل الراتب، او ايش في كمان اجراءات خطوات تضمن إيجابية تحويل الراتب كمان الى البنوك؟ ستي، مبدئيا العقد الموحد نقابة المعلم ليس الطرف فيه. ليس الطرف. فنقابة المعلمين ترحب بأي مبادرة وبأي مبادرة لرفع الظلم عن زملائنا المعلمين. فأبوابها مفتوحة، وباب النقيب وساعة النقيب مفتوح أبوابه بأي لحظة. في أي واحد مستنجد فيه وهو مستعد لتلبية طلباته، وإن شاء الله رفع الظلم للجميع. أما دور نقابة المعلمين
فتكلمت لك بذلك بداية على أنه دور مساند لزملاء المعلمين. وما هي اقتراحات طيب نقابة المعلمين للناس اللي ممكن أن تلجأ لها؟ اقتراحات نقابة المعلمين تمثلت في عدة بنود، وأضافت تم إعطاء اقتراحات على تعديل العقد الموحد، من ضمنه إلزام المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين من المدارس الخاصة إلى البنوك عشان يتم مراقبتهم، ومطالبة المعلمين برفع أي قضايا على المدارس الخاصة الغير ملتزمة باتفاقية العقد الموحد. من ناحية ثانية اللي هي الكثير من الامتيازات يمتاز بها المعلم. الآن المعلم المدرسة الخاصة يداوم 8 ساعات على العقد الموحد. 6 ساعات دوام مع الطلاب كتدريس، وفي ساعتين يطلع أصحاب المدرسة الخاصة يتغول على حقوق المعلم ويفرض عليه بعض تكليفه وبعض المهمات الخارجة عن مهنة التعليم. أما نقابة المعلمين فهي تطالب وبشدة، وهذا يعني من شعاراتها الرئيسية، بمهنية التعليم، بمنح شهادة مهنية التعليم لجميع من يعمل بقطاع التعليم، وفصل كلمة معلم عن العقد الموحد الذي الملزم لجميع أطراف العامل داخل مدرسة التعليم الخاص. يعني بما أنك حضرتك حكيت عن مهنية التعليم، شو هي الأسس يعني اللي لازم تكون موجودة لحتى ينطبق عليها مهنية تعليم صحيحة وإيجابية نحو الطالب؟ هي مهنية التعليم هي أصبحت شعار يتردد حتى بجميع أصداء المجتمع الأردني، فأن يكون المعلم مثل الطبيب مثل المحامي له مهنة خاصة به، وتمنح إجازة عن طريق نقابة المعلمين وعن طريق وزارة التربية والتعليم، ومثبتة في الأوراق الرسمية. بعد ذلك يتم مزاولة مهنة التعليم عن طريق الشهادة اللي منحها نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم. هذه الشهادة تم يعني تعطيه الحق المطلق في تطبيق في كل حسب ما فسر التشريع الأردني على كلمة معلم كل من يمارس مهنة التعليم داخل الغرفة الصفية. تمام. طيب خلينا نحكي أكثر معلش عن يعني حل لمشكلة المعلمين في المدارس الخاصة. كنت عم تحكي لي قبل شوي إنه ممكن الواحد يلجأ إلى المحاكم. نعم. بخصوص الرواتب، طبعا احنا بنعرف انه كثير من رواتب المعلمين في المدارس الخاصه هي رواتب ادنى من الحد الادنى للاجور. تمام. كيف ممكن انه الاستاذ يثبت راتبه وهو لم يحول بعد الى البنك؟ وصراحه في مدارس بتعطي الراتب بشكل يعني عن طريق الكاش، وما بتوقع الاستاذ على كلام سليم. على تتهرب من هذا الموضوع. كلام سليم. هو العقد الموحد الزم لو كان شق وكان ما اخذ عليه، ولو يعني ايجابيه وسلبيه بنفس البند. انه انت الان تلزم بالاجور بالحد الادنى للاجور كوزاره العمل اللي 220 دينار، وبالاضافه انه يحق للمعلم تفويض المدرسه باخذ راتبه كاش من المدرسه ولم يتم تحويله الى البنك. السبب اللي وقع فيه المعلم واللجان القانوني هو عدم تنسيق المؤسسات اللي حكيت لك عنهم الثلاثه في المطالب بحقوق المعلمين. لو يتم التنسيق بينهم واعطاء الدور اكبر لنقابه المعلمين قانونيا للمطالبه بحقوق المعلمين وتنسيق الادوار ما بين هذه المؤسسات الوطنيه الثلاثه، سوف يتم تحقيق العداله لجميع زملاء المعلمين. تمام. يعني هلا هاي الحمله طبقت قديش مهمه لحتى يحصل المعلم على تسهيلات بنكيه، خاصه انه بعض المعلمين ان وظل في ظل اوضاع المعيشيه صعبه بحاجه لتسهيلات بنكيه. كلامك سليم. الآن نقابة المعلمين بالاتفاق مع البنك الإسلامي بمنح المعلمين المنتسبين لنقابة المعلمين قروض حسنة وتسهيلات بنكية عن طريق تحويل رواتبهم إلى البنك الإسلامي. تمام. هذا الاتفاق. الآن القطاع الخاص يحرم من هذه الميزة. صحيح. يعني أي معلم بالتعليم الخاص لا يختار يعني الميزات هذه، حتى لو كان منتسبا لنقابة المعلمين لا يحصل على هذه إلا بحالة وجوده توفر اللي هو الكفيل. تحويل الرواتب اللي حكيت قبل شوي ان تحويل الرواتب الى البنوك، وفي بعض المدارس الخاصه يعني تتغول على حقوق المعلمين بالاتفاق مع المعلم على مبلغ وتسليم مبلغ اخر. المعلم يقع عليه الظلم، المعلم يقع عليه الظلم بحاله انه اتفاق اصحاب المدارس الخاصه مجتمعين على هذا المعلم، يقدم مجرد ما قدم شكوى على اي مدرسه خاصه يحرم من تعيين باقي المدارس، وكان هناك اتفاق ضمني
من تحت صحيح. الطاولة ما بين أصحاب المدارس الخاصة. صحيح، خلينا يعني كلامك صحيح 100%، بس بدي أركز على موضوع له علاقة بالمعلمات. نعم. يمكن المعلمين، وإحنا بنعرف أنه ما في عنا عدد كبير من المعلمين، حتى وزارة التربية والتعليم نعم. تطلب المعلمين الذكور نعم. ببعض التخصصات، فدائما المعلم كذكر لندرة وجوده العامل في مجال التعليم بيكون رواتبه نوعا ما يعني بتحافظ على مستواها المطلوب. نعم. بس عادة المعلمات هم الأكثر عرضة للظلم. يعني خلينا نحكي شوي بمجال المعلمات، كيف ممكن يصير رقابة على المدارس التي تعين المعلمات تحديدا؟ مجرد التزام المعلمة بالعقد الموحد المطور الذي يحفظ لها حقوقها ويمتاز ويتميز لها بعقد موحد للمعلمين والاتفاق أصحاب المدارس الخاصة كاملة على تحويل رواتبهم وإشراك المعلم بضمان الاجتماعي، عند ذلك سيصبح يعني منفذ قانوني على أصحاب المدارس الخاصة بمراقبة المخالفين منهم. مزبوط. تمام. طيب معلش بدي أعرف، أنت عم تحكي لي على العقد المطور. تكلمت عن العقد المطور المقترح من قبل نقابة المعلمين. صحيح. بدي أعرف إيش الفرق بين العقد الموجود أساساً الموحد اللي يظلم فيه المعلم وبين العقد المطور. العقد المطور أنا ما قلت لك إنه في عقد مطور. العقد المطور هو الحلم لنقابة المعلمين بأن يكون للمعلم في القطاع الخاص عقد موحد له. وليس تشمله مع السائق أو الإداري بالمدارس الخاصة. يعني الآن الإداري حتى وزارة التربية والتعليم تصنف هذا إداري وهذا معلم. فإذا أنت كان المعلم له عقد خاص بالمدارس الخاصة يمتاز بكثير مميزات المادية والمعنوية وحفظ حقوقه. حتى من ضمن أخواتنا المعلمات أن المعلم بالمدارس الخاصة قبل إجازة الأمومة يتم إجبارها على تقديم الاستقالة. صحيح. مشان تحرم من راتبها أثناء الإجازة 3 أشهر. صحيح. حتى إجازة الأمومة الرضاعة هي محرومة عن وزارة من القطاع الخاص. طب هل في عقوبات أو إجراءات يعني يمكن اتخاذها للحد من هذه الظواهر السلبية سواء كانت للمعلم أو للمعلمة؟ هو هناك في تغول من أصحاب المدارس الخاصة ونقابة أصحاب المدارس الخاصة على حقوق المعلمين. تمام. طب دور أولياء الأمور في هاي الحملة، يعني هل الولي الأمر يكون يعني على علم ودراية كافية إنه هاي المدرسة رايح لها اللي بدي يسجل فيها مثلاً أولاده ما عم تعطي الراتب بشكل متفق عليه من قبل للمعلمة؟ شو دورهم؟ المتضرر الوحيد من إجحاف أصحاب المدارس الخاصة على المعلمين هو الطالب وأولياء أمر الطلب. المعلم عندما يذهب إلى مدرسة غير مرتاح نفسياً وغير محصل الحقوق المادية أكيد. تصبح الثمن اللي يدفعوا الثمن هو أولياء أمور الطلبة. صحيح. فعندما يكون المعلم مرتاح نفسيا ومقدم له جميع الامتيازات المادية والحقوقية والاستقرار الوظيفي، عند ذلك سيعكس مباشرة على عطائه داخل الغرفة الصفية، مما ينعكس على المجتمع المحلي وعلى الطالب خاصة. بالحديث عن الاستقرار الوظيفي، معلش أستاذ سعد، قبل فترة واجهنا يمكن احنا بدأنا الفصل الدراسي حديثا، بفترة الصيف واجهنا كتير إشكاليات مع المعلمين والمدارس، إنه المدارس عم تلغي التعاقد مع المعلمة في نهاية الفصل الدراسي الثاني وبترجع تتعاقد معها في بداية الفصل الدراسي الأول عشان تحرمها من راتب 3 شهور، مع إنه هذا فصلية. حق للمعلم إنه يأخذ راتب 3 شهور. كلام سليم. ما بعرف كيف ممكن يكون في رقابة على هذا الموضوع وإيش الإجراءات المتبعة عشان تلزم المدارس الخاصة يعني عمل عقد مستمر ومتواصل مع المعلمة. من هذا الرقابة بدها تكون يجب أن تكون تنسيق ما بين المؤسسات اللي حكيت لك عن الوطنية الثلاثة من ناحية الضمان الاجتماعي وزارة العمل والنقابات التابعة للقطاع الخاص. التغيب التنسيقي ما بين هذه الجهات الثلاثة هو من أوقع المعلم في إشكالية ضياع حقوقه. صحيح. لكن عندما تكون هناك في سند قانوني لهم وفي يعني جهة داعمة للإخوان المعلمين بالقطاع الخاص تكون قوية وداعمة لحقوقهم، هذيك الساعة يستقر المعلم نفسيا ووظيفيا داخل وظيفته. نقابة المعلمين تقوم بكثير من الدفاع عن قضايا معلمي القطاع الخاص وأبوابها مفتوحة، واللجنة القانونية بنقابة المعلمين تستقبل جميع الشكاوى والملاحظات من القطاع الخاص بصدر رحب. تمام. كيف يتم التعامل مع الشكاوي؟ يعني هل حيكون هناك كشف مثلا على المدرسة، متابعة الحالة الموجودة؟ ممكن يكون في شهود القضايا تم متابعتها القضايا تم متابعتها عن طريق نقابة المعلمين، تمت عن طريق اللجنة القانونية والتنسيق مع وزارة العمل
وكشف مسجلات الضمان الاجتماعي. وكان للاسف كثير من القضايا اللي شفناها بالضمان الاجتماعي فان اصحاب المدارس الخاصه يودع مبلغ اشتراكات الشهريه للمعلمين تختلف كليا عن الراتب الحقيقي المستلم من قبل المتفق عليه. تمام. طب استاذ لو يعني نيجي نتحدث عن الحمله، تحدث عن الاداء الوظيفي والنفسيه المرتاحه من قبل ولي الامر لما بيسجل اولاده في المدرسه بيكون عارف، لكن ماذا عن الاداء للمعلم نفسه للطالب، الاداء العلمي لهم؟ كيف حيكون يعني المعلمه لما بتشوف التعامل من قبل الجهه المعنيه في مدرستها او مع مديرها بهذا الشكل، هل ستعطي الطالب كافة حقوقه التعليمية؟ هم أصحاب المدارس الخاصة مش الأغلبية، تكلم عن اللي غير ملتزمين بالقوانين الرسمية الأردنية. هؤلاء يبحثون عن الربح الفاحش. تمام صحيح. ولم يبحث عن التمييز أو نوعية التعليم أو نوعية المخرجات المدرسية. صحيح. همه الأول أن يجمع إيش مبلغ من المال نهاية السنة. يعني الهدف هو تجاري. هدفه تجاري. صحيح. تمام. فللأسف إن ما دام من هناك تجارة بالتعليم فهناك في خسائر اللي يدفع ثمنها الطالب. أكيد. صحيح. حتى أصحاب المدارس الخاصة عندما المعلمة يطلب منه أي تقديم لأي وسائل إضافية لتفهيم الطلبة أو أعطاهم يعني الدرس بشرح يعني يحتاج إلى تكنولوجيا أو يحتاج إلى وسائل تعليمية يمنع من قبل أصحاب المدارس الخاصة بسبب عدم توفر الإمكانيات المادية داخل المدرسة رغم توفر الأمور المالية. ولكن يحجب عنهم المعرفة لكي يوفر مال. وهذا أكيد حيكون في تأثير كتير سلبي على الطلاب وعلى المعلم، خاصة أن الطلاب هم جيل المستقبل، فلازم صحيح. نعتني فيهم ونحاول يعني نوصلهم المعلومة بأسهل الطرق ونواكب التكنولوجيا معهم. أكيد. نشكرك كتير أستاذ على المعلومات اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله هاي الحملة يعني تأخذ مجراها والقطاع يتوقف عن الاتفاق مع المعلمين بالطريقة الخاطئة من رواتب، وكل حدا ياخذ راتبه بشكل كامل. ونحن يدنا ممدودة في نقابة المعلمين ومجلس نقابة المعلمين. أكيد. لأي قضية أو أي مبادرة ترفع الظلم عن جميع زملائنا المعلمين. أكيد طبعا. يعني بدي أتشكرك أستاذ سعد سكارنة، وأنت عضو التعليم الخاص بنقابة المعلمين، على يمكن المعلومات الأكثر من رائعة اللي أعطتنا إياها في البرنامج. طبعا يعني مع أستاذ سعد سكارنة هون بنكون إحنا خلصنا من فقرتنا لموضوع النقاش. بتستناكم بعد الفاصل بتقرير عن شخصية الأسبوع.